السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله مساءكم بكل خير. عاجل وهام، رسالة أمريكية جديدة للسعودية بشأن المفاوضات مع الحوثيين، وإلى التفاصيل. وجهت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الثلاثاء رسالة جديدة للسعودية بشأن المفاوضات مع اليمن، وأفادت مصادر دبلوماسية بأن الرسالة تتعلق بالاتفاق الأخير مع من وصفتهم بالحوثيين، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة جددت طلبها للسعودية بضرورة أن يؤدي الهدف الرئيس لخريطة الطريق الأممية في اليمن إلى وقف العمليات اليمنية في البحر الأحمر. وتأتي الرسالة الأمريكية مع تسجيل عمليات جديدة في البحر الأحمر، وتشير الرسالة إلى فشل التعويل الأمريكي على الاتفاق الأخير بين صنعاء والرياض لوقف عمليات إسناد غزة، كما تعكس فشل الولايات المتحدة دبلوماسيا في احتواء العمليات اليمنية بعد فشلها عسكريا. يذكر أن صنعاء كانت قد كشفت في وقت سابق بندا في اتفاق خفض التصعيد يتضمن عدم الرضوخ للضغوط الأمريكية بشأن التهدئة. أشكركم على حسن متابعة والإصغاء، لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.